بالمناسبة كمان كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قال إن الفوز جه في توقيت مناسب جدا، وإن التفكير هيكون فيما هو قادم، وتحديدا مباراة سان داونز اللي هتقام يوم السبت القادم إن شاء الله مساء في ثالث جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. تعالوا نتابع جانب كده من تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ ونرجع نكمل، اتفضل. لا طبعا الحمد لله على المكسب، وتوقيت مهم جدا، ومع فرقة عاملة ماتشات كويسة قوي، مع جهاز فني محترم كابتن أيمن رمادي. طبعا يمكن بتتكلم في فرقه ما خسرتش من على الملعب ده من شهر 10، خمس شهور دلوقتي، داخل في خمس شهور. اخر مباراه خسرتها كانت مع المحله في الدقيقه 95، كانت تقريبا في الاسبوع الثالث من الدوري. انت داخل دلوقتي في الاسبوع 18 او 19، فده بيبين لك مدى صلابه وقوه الفرقه هنا. لعبوا ماتشات كسبوها هنا مع فرق كبيره، كسبوا الزمالك، كسبوا فاركو، كسبوا البنك الاهلي، كسبوا انبي، حتى وهم بيلعبوا خارجيا كسبوا المصري وكسبوا سموحه، يعني بيعرفوا يكسبوا بشكل كويس جدا. يعني الماتشات اللي لعبوها من شهر 10 لحد دلوقتي هنا في على استاد اسوان كلها يا اما مكسب يا اما تعادل. اللقاء كان مهم بالنسبه لنا لانه جاي كمان بعد خساره في افريقيا، فكان مهم ان انت تفصل، وما بين المباراه والمباراه ما فيش عدد ايام كفايه. فالحمد لله يعني اللعيبه كانت عند حسن الظن، وبرده نفس الكلام اللي بقولته بعد ماتش الهلال هقوله دلوقتي، لازم الفصل على طول يعني سريع، لان انت هتخش في معمعه سان داونز والاستعداد ليه. يعني زي ما حضرتك بتقول يا كابتن، تلاحق مباريات افريقيا والدوري تقريبا هيلعب كل سبت وثلاث لمده شهر، فالحمد لله الطمنت على كبير جدا من اللعيبه النهارده بيشاركوا. اعتقد الاهلي النادي الاهلي ما عادش خلاص فيه لعيب احتياطي واساسي، كل لاعبين تقريبا خلاص اي لعيب بيخش الفرقه بيشتغل بنفس السيستم. تلعب في النادي الاهلي يبقى مليار في الميه عندك السمات والقدرات اللي اهلتك ان يتم اختيارك يعني. فهي دي الحاجات اللي انت بتستناها، دي الفرص اللي انت بتنتظرها، وكل واحد وشطارته، وكل واحد ومجهوده، وكل واحد وعقليته، وكل واحد وشخصيته، وكل واحد وقدراته اللي يقدر يفرض بها نفسه يعني. لكن في النهايه عشان تكمل في كل البطولات لازم يبقى عندك عدد كبير جدا من اللعيبه. اعتقد حضرتك اكيد يعني عندك تعليق على استقبال اهلي اسوان وجمهور النادي الاهلي في اسوان، وشفناهم سواء في الاستاد او كمان في الشوارع من ساعه ما البعثه جت اسوان، اعتقد حاجه مشرفه جدا. احنا بقالنا 3 ايام هنا، و يعني مش عايز اقول من ايام انا بلعب، من قبليه بكتير يعني. اسوان بلد جميله جدا جدا جدا، سواء كان على المستوى السياحي او المستوى السلوكي، المستوى الاخلاقي، على السمات، الناس طيبه جدا بالفطره، واهلاويتهم بتبقى واضحه قوي وباينه، وتعاملهم وكرمهم يعني بتشوفه حتى في الاوتيل، حتى في الناس اللي شغاله، فبشكرهم عليها جدا يعني. مباراة سان داونز وعلى طول ما فيش على طول، احنا بنتكلم اربع خميس جمعه والماتش السبت، اللي سعيد شايفه ازاي وهتتكلموا على لعيبه تقول لهم ايه؟ يعني هنشوف بس البرنامج الراجل هيقوله دلوقتي، وبعد كده هنقفل زي ما قلت، وهنستعد للمباراه مع كبيره، ومباراه كبيره جدا، وخصوصا مع اخفاقنا في المباراه الاولى، فمهم قوي المكسب ان شاء الله في الجاي. لكم دوام التوفيق باذن الله، وان شاء الله الفريق يرجع سريعا كمان للبطوله الافريقيه باذن الله تعالى. انا هتفق وكلنا هنتفق مع كابتن سيد في بعض التصريحات كمان تحديدا نتكلم فيها عن كابتن ايمن الرمادي، ان كابتن ايمن الكريم طبعا المدير الفني لنادي اسوان هو بجد عمل طفره في اسوان حقيقي، يعني نادي اسوان مع او تحت قياده كابتن ايمن الرمادي هو في نقله نوعيه حصلت فعلا مع اللعيبه ومع النتائج، يعني برضو هم استطاعوا ان هم يحققوا يعني فوز كبير جدا على بعض الانديه الكبيره، وفكره هنا كمان ان هم داخلين بينا نفسه كانوا بيلعبوا على فكره كويس يمكن برضو في بعض الوقت يعني في ماتش امبارح، لكن برضو بالنسبه للتصريحات لكابتن ايمن بعد المباراه هو قال ان هو بيتحمل الخساره كامله امام طبعا الاهلي بالامس، وقال كمان ان في برضو قله خبره من لعيبه اسوان هي سبب هذه الخساره، فربما التصريحات طبعا يعني ميك سنس زي ما بيتقال او تصريحات واقعيه الى حد كبير، لو تيجي تقارن برضو خبره اكيد لعيبه اسوان مقارنه بالنادي الاهلي اكيد في فرق خبره كبير، لكن انا شايفه ان عندهم بوتنشال كبير جدا، اللعيبه عندها فعلا بوتنشال كبير جدا، واللعيبه وانت بتتفرج على الماتش امبارح نفسها تحقق حاجه، نفسها فعلا توصل، نفسها ان هي تنجح، كل لاعب تحس ان هو عايز يثبت نفسه في الملعب، فلا انا احترم جدا الفرق اللي زي كده، واحترم جدا كابتن ايمن الرمادي لانهم قدم بجد شغل محترم مع نادي اسوان. الطفره اللي هو عملها واللي انت بتتكلمي عليها ملحوظه جدا وملموسه جدا ولاقت استحسان ناس كتير قوي، وعلى فكره التجربه دي كمان لابد من استنساخها في كتير من الفرق، لان احنا يعني في وقت من الاوقات كان ممكن يبقى فريق اسوان
احنا بنتكلم على ترتيب في دوري، وبنتكلم على حجم قوة بالمقارنة بكيانات تانية يمكن اكثر بقوة منه بكتير، لكن اكيد كل التقدير والاحترام ليهم. لكن كمان اللي تستحق كل التقدير والاحترام هي التجربة الاخيرة اللي مر بها فريق اسوان واللي نتج عنها الكلام اللي احنا بنقوله. ففي فرق كتير محتاجة ان تحصل فيها الطفرة دي. حتى الكلام اللي قاله كابتن ايمن بعد انتهاء اللقاء بيدل على ان هو شخصية متزنة جدا ومنطقية جدا ومدير فني محترم. اكيد بنتمنى له كل التوفيق في اللي جاي باذن الله.